عليكم. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. مبروك عواشركم بالصحه والسلامه، يدخل عليكم هذا عيد المولد النبوي الشريف بالصحه والسلامه ولهنا يا ربي، ويبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. اليوم البنات جيتكم بواحد الوصفه اللي زوينه بزاف، غادي نديروا مع بعضياتنا واحد البسطيله ديال الحوت اللي كتجي اكثر من رائعه. هاد البسطيله هادي شتها عند واحد الشيف طباخه، ما نقولش لكم كيفاش دايره، وخديت عندها يعني الطريقه كيفاش كتخدمها، وقسمه تشهيت هكا البسطيله ديال الحوت تنديرها بالطريقه ديالها كتجي اكثر من رائعه. فتحلفوا يا البنات بلي انكم كومونديتوها من على برا. الوغ المقادير كلهم تيبانوا لكم يعني هكا تتشوفوهم، انا غادي نوريهم لكم، من بعد غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد البسطيله هادي. الوغ البنات بالنسبه للحوت، الحوت كديروا على حسب نتوما لا كونتيتي اللي عندكم، يعني على حسب نتوما واش عائله كبيره ولا عائله صغيره ولا عندكم ضياف اولا شي حاجه. الا عندكم غير هكا يا بيناتكم وليداتك وهذا، كدير غير القياس اللي غادي ندير انايا. دابا عندي هنايا نص كيلو ديال الحوت ديال الطون، عندي هنا كما تتشوفوا نص كيلو ديال الكالامار مقطع هكا دي غونديل، ونص كيلو ديال الكروفيت. هذا بالنسبه للحوت، اللي بغى يزيد الميغلون يزيدو، اللي ما بغاش يكتفي غير بهذا النوع هذا. يعني بالنسبه للحوت نتوما يا كتزيدوا وكتنقصوا كيف ما بغيتوا. هنا عندي زلافه ديال المعدنوس، ما فيهش القزبره البنات غير المعدنوس، يعني ربطه ونص حتى جوج ربطات ديال المعدنوس. فالبسطيله ديال الحوت كتبغي بزاف المعدنوس يكون بكثره، انا هنايا درت ربطه ونص ديال المعدنوس. هنا عندي ثومه كركوبه ديال الثومه اولا راس ديال الثومه. هنا هذا المكون هذا اللي هو ورقه موسى مطحونه، الورقه ديال سيدنا موسى مطحونه، هذا البنات راه كتباع عند العطاره، نقولوا لهم غير ورقه سيدنا موسى مطحونه غادي يعطيوها لكم هكا. هذه معلقه صغيره ديال ورقه سيدنا موسى. هنا عندنا العطريه ديال الحوت، العطريه ديال الحوت معلقه كبيره ونص، نحتاج جوج معالق ديال عطريه الحوت. هنايا البنات عندي الهريسه كل وحده والذوق ديالها، كاين اللي تتبغيها حاره كاين اللي ما كتبغيهاش، انا هي ما كناكلش بزاف الحار، الوغ درت غير معلقه كبيره ديال الهريسه، نتوما والذوق ديالكم، بغيتو تكثروا الهريسه كثروا، ما بغيتوش ديروا غير معلقه. هنا عندي العصير ديال الحامض، هنا عندي لي شامبينيون بجوج ديال الانواع، عندي شامبينيون نوار وشامبينيون الاخر المعلب، قطعتهم طريفات صغيورين. هذا الشامبينيون نوار شديته خويت عليه الماء يكون طايب مزيان، كتخليه شي شويه حتى كيتنفخ، من بعد كتشديه كتغسليه مزيان بالماء تحت الروبيني باش يتحيد منه داك التراب اللي تيكون فيه، وتتقطعيه هكايا طريفات صغار. هنا عندي نص ديال حامضه مصيره مقطعه طريفات صغار، وعندي واحد الضامد البنه ديال السمك ديال الحوت، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. بالنسبه للي صوص فكتختاروا نتوما اي صوص عندكم، انا عندي هنايا صوص ديال نيوكمان اولا لا صوص ديال السمك، عندي هادي، عندي صلصه المحار بحال هكا، معلقه كبيره ديال صلصه المحار، معلقه كبيره ديال صلصه السمك، هذه لاصوص ديال تيرياكي، لاصوص تيرياكي هذه كتجي زوينه بزاف بالنسبه للحوت، الانواع ديال الحوت هذه حتى هي معلقه كبيره. وعندي هنايا لاصوص سوجا، صلصه السوجا حتى هي معلقه كبيره. بالنسبه لهاد لي صوص البنات كما قلت لكم تيضيفوا واحد النسمه اللي زوينه بالنسبه للبسطيله. الا ما عندكمش هادو ماشي مشكل، خدموا غير بالعطريه، ولكن انا من المستحسن ان هاد لي صوص يكونوا عندكم في الدار، تيجيو هكا زوينين بالنسبه للبسطيله ديال الحوت، بالنسبه لاي حاجه غادي ديروها، فتعطي واحد البنه اللي تتكون زوينه. وهنايا الزيت عندي كاس ونص ديال زيت الزيتون. الوغ غنحيد لكم هاد الحوت هنايا باش نصايبو الشرموله ديالنا. فبالنسبه للشرموله غادي نديرو كلشي
كيف ما تتشوفوا هنا غادي ندير المعدنوس كما قلت لكم ربطه ونص ديال المعدنوس قد ما كثرتوا المعدنوس قد ما كتجي البصله ديالكم بنينه وزوينه. هنا تندير الثومه تندير هذه ورقه موسى مطحونه العطريه ديال الحوت معلقه كبيره ونص ما نساوش الملح والبزار نديرو البزار شويه ديال البزار هكا نص معلقه ديال البزار نديرو الملحه ما نكثروش من الملحه البنات نديرو غير شويه ديال الملحه حيت كاع لي صوص عندنا ملحين وعندنا الحامض مصير مالح عندنا هاد الضامه ديال السمك حتى هي كتكون مالحه يعني نديرو غير الطريقه ديال الملح وصافي بحال هكا. غادي ندير معلقه كبيره نجيب غير معلقه واحده اخرى تكون نقيه معلقه كبيره ديال مطيشه الحك هانتوما معلقه كبيره بحال هكا. غادي نزيد الهريسه غادي نزيد العصير ديال الحامض هكا ودابا غادي نزيد زيت الزيتون. انا غادي نطيب هاد البسطيله هادي غير بزيت العود راه البنات ما غاديش تجيكم فيها ديك الريحه ديال زيت الزيتون المجهده ما غاديش تحسوا بها نهائيا يعني واخا طيبوا بها راه ما غاديش تجيكم النسمة هكا ديال زيت العود صافي. دابا غادي ندوزو لي صوص ديالنا عندي هنايا صلصه السمك غادي نديرو معلقه كبيره ديال صلصه السمك غادي نزيد صلصه المحار حتى هي معلقه كبيره هانتوما هنا غادي نزيد لاصوص تيرياكي البنات راه بالنسبه لهاد لي صوص راه الثمن ديالهم مناسب ما غاليينش بزاف وتيبقاو عندكم مده هنايا في الثلاجه وكتستعملوهم بالنسبه للاكل ديالكم. وهنايا عندي صلصه الصوجا انا عندي غير هاد الخفيفه هادي الا عندكم الثقيله ديروا نص معلقه هنايا معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا هادشي اللي كاين بالنسبه للصوص ديالنا الماريناد ديالنا هو هذا غادي نخلطوا كلشي وغادي ندوزو دابا للحوت ديالنا فوالا غادي ننقي هنايا البنات وغادي نرجع باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نصايبوا الحوت. هانتوما البنات ما قديت الشرموله ديالي دابا هاد الشرموله غادي نقسمها على هاد الحوت هذا معلقه غادي نديرها هنايا مع الكالامار معلقه غادي نديرها مع الكروفيت ومعلقه غادي نديرها مع هاد الحوت هذا هانتوما شتو انا غادي نخلط غير بيدي بحال هكا غادي تخلطي الكروفيت هكا مع معلقه ديال الشرموله الكالامار حتى هي غادي يتخلط مع الشرموله. بالنسبه للطيابه البنات ديال هذا الحوت هذا الطون اللي عندي هنايا هانتوما
هاد الطون هذا، غادي ندير ليه هاد الشرموله هذه. من بعد غادي نجيب واحد اللاطه ديال الفران، غادي نشعل الفران من قبل، غادي نجيب واحد اللاطه غادي ندير فيها بابي هذا الكويسون او لا ورق طبخ، وغادي نحطو في اللاطه ديالي وغادي ندخلو للفران مي با جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق الماكسيموم، غير يتجمع ليا هاد الحوت هذا نحس به هكا يا طيب، ما نخليوه حتى يولي كاواتشو صافي. من بعد غادي نحيدوه. بالنسبه للكالامار، الكالامار غير غادي نحطو في المقله، غادي ندير معاه زيت العود وغادي نحطو في المقله، غير يعني طلع فيه غير الغليه، ومن بعد البنات غادي تطفيو عليه، ما تخليوش الكالامار تيطيب مزيان تيولي بحال الكاواتشو. ديك الساعات كتبقاو تاكلوا الكالامار كتبقاو تجبدوا فيه تيولي بحال لاستيك، ما تيجيش هكا زوين. الكالامار غير ديروه في المقله، غير طلع ليه ديك الغليه الاولى صافي، من بعد كطفيو عليه. الكروفيت راه كاين اللي كيطيبو، كاين اللي كيخليه هكا خضر حتى كيديرها في يعني في البسطيله ويدخلها الفران وكطيب، كاين اللي كيشحرو. انا ضروري خاصني نشحرو غير شي شويه ماشي بزاف صافي. من بعد غادي نرجع معكم ملي غادي نطيب هاد الحوت هذا. البنات بالنسبه للشعريه الصينيه، انا كنستعمل هاد النوع هادي ديال الشعريه ديال الروز، ما تنديرش انا هذيك الاخرى ديك الزرقاء، هذه كتجي زوينه بزاف. هذا البنات غادي ناخذها، غادي ناخذ هكايا خمسه ديال القطع ديال الشعريه، غادي نديرهم في الماء. ديجا طيبت شويه ديال الماء في الكاسرونه، غادي ندير فيه هاد الشعريه وغادي نخليها حتى كتنزل صافي، وغادي نصفيها. تندير معاها شي شويه ديال الملحه وشي شويه ديال ورقه موسى مطحونه، غير باش تعطي له قول لهاد الشعريه هادي صافي. من بعد غادي نصفيها وغادي نقطعها وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات بالنسبه للكالامار كما كتشوفوا هكا، ما نديروش كما قلت لكم البنات، غير طلعوا الغليه صافي وغادي نطفيو عليه باش ما هذا ما يوليش لينا كاواتشو، يولي هكا يا طريفات هكا، ملي تاكلوهم تلقاوهم باقي طريين. هانتوما هكا غادي نخليو الكالامار ديالي دقيقه ولا جوج دقائق صافي، من بعد غادي نحيدو. هانتوما البنات بالنسبه للكروفيت هاد هكا، انا تنديرو غير شي شويه هكايا باش يعني غير يطيب غير شي شويه، تجمع شي شويه صافي، من بعد غادي نطفي عليه. هانتوما البنات هنا في نفس المقله فاش طيبت الكالامار والكروفيت، خديته درت فيه شامبينيون ودرت فيه داك شامبينيون نوار، وزدت عليهم شويه ديال الزيتون بحال هكا، ودرت ليهم شويه ديال الزيت البلديه زيت العود، ومعلقه كبيره من ديك الشرموله اللي كنا صايبنا صافي. غادي نبقى نحركهم بحال هكا حتى يتشرمل لينا هذا الشامبينيون مزيان مع الزيتون، وغادي ندير نفس الشيء بالنسبه لهذا الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه حتى هي نفس الشيء، غادي ندوزها هكايا في المقله مع معلقه كبيره من ديك الشرموله اللي صايبنا صافي، وغادي نخليها شي شويه تشحر غير شي شويه وصافي، غير بما تشرب لينا ديك الشرموله ديالنا اللي صايبنا صافي. من بعد غادي نزولها من النار، وغادي نمونطيو البسطيله ديالنا. هانتوما او نحركو هكا، هانتوما البنات الشعريه الصينيه حتى هي، فغادي ندير ليها نفس الشيء، درتها في المقله، درت عليها جوج معالق كبار من ديك الشرموله اللي بقات ليا صافي. من بعد غادي ندوزها هكا في المقله حتى نشحرها شي شويه مع الشرموله صافي، من بعد غادي ندوزو باش نمونطيو اولا نقادو البسطيله ديالنا. هانتوما البنات بعد ما صايبت هذا، بعد ما درت الشعريه ديالي في المقله وزدت عليها ديك جوج معالق كبار ديال الشرموله اللي كانت شاطت ليا صافي، من بعد تنخلط فيها مزيان حتى تشربت مزيان ديك الشرموله
بحال هكا صافي. غادي نزيد عليها داك الحامض مصير بحال هكا، وغادي نزيد عليها داك الشامبينيون مع الزيتون والشامبينيون نوار اللي كنت شحرت حتى هما، نزيدهم هكا على الشعريه ونخلط مزيان. نحاول انني نبرد هاد الشعريه شي شويه، ما نديرهاش هكا في الورقه باش ما تقطعش ليا، نحاول هكا نبقى نحرك وميم طون نبرد فيها شي شويه بحال هكا. نخلطو مزيان هنا البنات، فيه قلت لكم ردوا البال بالنسبه على ود الملحه باش ما تكثروش هكا الملحه في لاصوص ديالكم، باش ما تجيكمش البسطيله ديالكم يعني ملحه بزاف مع هاد لي صوص والزيتون وهاد المقادير اللي درنا كلهم مالحين. هادشي اللي كاين صافي. من بعد دابا غادي نجيب باش نمونطيو هذا البسطيله ديالنا. انتما البنات دابا غادي نجيو باش نمونطيو البسطيله ديالنا. عندي الورقه ديال البسطيله وعندي هنايا هاد الخليط هذا اللي فيه الزيت ودرت ليه شويه ديال التحميره. هذا كتبقاو البنات ديروه بالنسبه للورقه ديالكم، كتجي الورقه محمره بزاف وكتجي زوينه. يعني هاد لاستوس خديتها من عند يعني ديك الشيف اللي شفت، وفعلا كتخرج لكم البصيله ديالكم محمره وزوينه بزاف بهذا الزيت، الزيت العاديه زيت المائده، واحد معلقه صغيره ديال التحميره. انتما غادي تشوفوا معايا كيفاش. هنا غادي يبان لكم التبصيل، انا غادي نمونطيها في التبصيل. الناس اللي ما عندهمش المول ديال البسطيله فبامكانكم انكم ديروها غير في التبصيل بحال هكا. انتما غادي تشوفوا معايا يعني كيفاش غادي نخدموا بها. يعني ماشي بالضروره البنات اللي ما عندهمش المول يقولوا ما غاديش ندير البسطيله حيتاش ما عنديش المول ديالها، فغير بالتبصيله البنات اللي عندكم كتي شي مشكل غادي تصيبوا بها البسطيله ديالكم اللي غادي تخرج لكم زوينه بزاف. هنا غادي نفرق الورقه ديالي بحال هكا، هانتوما البنات غادي نجيبوا هكا الورقه ونبقاو ندهنوها مزيان بهذا الزيت اللي بالتحميره صافي. من بعد غادي نصايبو نديرو وحده في التحت هي الاولى، ومن بعد غادي نجيبو هكا الجنيبات بحال هكا. تبارك الله كل وحده فيكم عارفه كيفاش يعني تفرش بالنسبه للبسطيله. ودائما البنات ندهنوا بالزيت، انا تنفضل انني البسطيله ندير ليها الزيت وما نديرش ليها الزبده، حيت الزبده شويه تتقصحها، بالنسبه للزيت كتجي حتى بنينه بالنسبه للمذاق كتجي بنينه. هانتوما واخا تكون هكا يا مقطع ماشي مشكل معليش. غادي ندير واحده اخرى هنايا. دائما دهنوا هكا الوريقات ديالكم نتوما بحال هكا، ديما دهنوا بالزيت بحال هكا. غادي نجيب هذا ديالي هاد الشعريه. نتوما البنات دابا غادي نجيب الشعريه ديالي بحال هكا وغادي نخبيها هنا ما عرفت واش تيبان لكم مزيان بحال هكا. وغادي نجي نقاد نعمرو الجناب. دائما البنات بازيو على الجنيبات هنايا ديال هذا ديال البسطيله
بحال هكا. ومن بعد غادي نجيبو الحوت الكالامار اللي عندي هنا، وغادي نحطو الكالامار ديالنا. بحال هاد الشكل كيف ما تتشوفوا. غادي نجيو نديرو داك الطون، حتى هو غادي نديرو هنايا من الفوق، نبقاو نحطو البنات في سميتو الحوت، نبقاو نحطو هكا في الجناب باش الناس اللي يلا تيبداو الماكله كتاياكلو هكا كتاياخدو الحوت، ماشي تاياخدو غير الشعريه، يعني من هنايا تكترو الحوت في الجناب ديال البسطيله، عاد ديك الساعات كدوزو الوسط باش اللي تاياكل ما ياكلش غير الشعريه. بحال هكا نطيبو. تبارك الله هذه راه غياكلوا فيها تبارك الله يعني الناس بزاف هما وهي هكا، واخا تشوفوا نص كيلو ديال الحوت راه تبارك الله راه انتم راه كلشي تيبان لكم على عينيكم، راه تبارك الله كتهز الحوت وكتجي يعني زوينه بزاف ومقومه. بالنسبه للكروفيت حتى هو نفس الشيء، غادي نفرقوا هنايا على فوق من الطون بحال هكا، بحال هكا نزوق به، نعمر به البنات الجنيبات حتى هو صافي. هادشي اللي كاين. وهنايا البنات غادي نديرو غادي نحكو عليه شويه ديال الفرماج الاحمر. كما قلت لكم البنات من بعد غادي نحكو شي شويه ديال هكا الفرماج الاحمر فوق من هذا الحوت. هذا البنات اختياري، اللي بغى اللي ما بغاش ممكن انكم تستغناو عليه، زعما ماشي ضروري، ولكن هو تيعطي الصراحه شي شويه ديال واحد شي شويه ديال اللوغو تيجي هكا بنين، واللي بغات تكثر تكثر، اللي بغات دير غير شي شويه ماشي مشكل. بحال هكا صافي البسطيله ديالي ها هي كما تتشوفوها. تنجيو دابا تنبقاو نرجعوا هاد الورقه بحال هكا، بحال هكا كما كتشوفوا انتوما. تنجمعوها بحال هاد الشكل هذا صافي، وتنزيدو عاوتاني نفس الشيء، نزيدو عاوتاني الورقة هكا. شتي البنات داك اللون اللي تتعطي ديك التحميرة أولا البابريكا تجي زوينه بزاف، تتعطيها واحد اللون محمر غزال، سورتو في الطياب كتجي هكا محمره، كتجي الورقه مقرمشه. بحال هكا قد هاد الورقه عندي تتقطع شي شويه شي مشكل صافي. بحال هكا من بعد تنجمعو تنلمطو البسطيله ديالتنا
لكم نتوما كيف ما تجبال لكم. حاولوا باش نساعدنا نتوما تبقاو لمطو بحال كنلمطو شي مضربه ولا شي طميطه على هذا الشكل. غادو ليها جوج نيبات. غادي نجيب واحد الورقه تكون زوينه هكا تكون شي مقطعه ندهنو الوجه ديالها هكا. غادي نجيبو هذا الزيت وهذا التحميره ديالتنا صافي. وغادي نقادو الجنيبات مزيان ونسوديوهم هكا بالزيت باش ما تقلعش لينا الورقه ديالنا. ها نتوما كيف ما تشوفوا صافي. وتنضغطوا هكا باش نقادو ليها باش داك الحوت يتقاد مع. وغادي نجيبو واحد الكيغدون. هانتوما البنات غادي نجيبو واحد الكيغدون وغادي نثقب هاد البسطيله ديالي بحال هكا باش الا كانت كطيب ما تفرقعش ليكم الورقه وتقلع من يعني من بلاصتها. تقبوها مزيان البنات في الجناب وهكا باش داك البخار يبدا يخرج منها الا كانت في الفران ومت هذا ما تقلعش ليكم الورقه. فغادي نثقبها انايا مزيان بحال هكا صافي. انا دابا سخنت الفران درتو يسخن. غادي ندخل البسطيله ديالي الفران على درجه اللي تكون هكا مهيله شي شويه غير 180 ونخليوها تحمر على خاطرها. ما نجهدوش عليها يا البنات البوطه باش ما تحرقش لينا غير الورقه ديالنا تقرمش لينا وطيب لينا شي شويه صافي. وغادي نخرجوها وغادي نزينوها مع بعضياتنا. انا رجعت معكم البنات بعد ما طيبت البسطيله ديالي درتها في هذا الطبسيل وزوقتها بهذا الخص هذا صافي. غادي ناخذ هنايا هاد لي كيردون هادو درت فيهم هاد البصيلات هكا الصغار لي زيشالوت ودرت فيهم لي طوماط سيريز هما باش غادي نزوق البصيل ديالي بحال هكا. فبالنسبه للتزيينه البنات كل وحده وتزيين زعما باللي موجود عندها في الدار وكل وحده والذوق ديالها في التزيين. انا غادي ندير هكا هذا الشكل بحال هكا. هنايا راه حكيت شي شويه ديال الفرماج. غادي ناخد هنايا عندي واحد شويه ديال الكروفيت درتو في هذا في مقله مع شويه ديال الزيت صافي وشويه ديال هكا ديال الملحه. غادي نشدو غادي ندير هكا يا الكيردون بحال هكا وغادي نزوق به هكايا البسطيله ديالي. يعني البنات كما قلت لكم التزيين تيبقى لكل وحده فيكم الطريقه كيفاش بغات تزين البسطيله ديالها على هذا الشكل. من الاحسن البنات تخليو هذا الرويس هذا ديال الكروفيت تخليوه هو اللي تيعطي داك الجماليه تيجي زوين. هكا تنديرو كيغدون و تنخشيوه هكايا في هذا فكتعطي واحد الجماليه اللي زوينه بزاف للبسطيله ديالنا. هان هكا ناخذ مازال واحد الكيغدون بحال هكا. كنتمنى ان الصوره تبان لكم
بحال هكا. باقي عندي واحد الكروفيتا هنايا ناخذ واحد الكيرده. هذه مشات مشى ليها الرويس، ماشي مشكل. فوالا بحال هكا. انتما كتمنى البسطيلة انها تبان. هنا غادي ناخذ البنات واحد شويه، باقي لي هنا شويه ديال هذا الخص، هذا غناخذو. غادي ناخذ هنايا هكا، غادي نحطو هنايا في الوسط ديال البسطيله، وغادي نشدو هكا ديكيردون باش يعطي واحد الجماليه. غادي نحط فوق منه واحد الحامضه، ناخذ هنايا دي ترونش ديال الحامض. شديت الحامض قطعته بحال هذا، بحال هكا كيف ما تجيبان لكم، هكا نصف دائري صافي. وغادي نجي لهنايا وغادي نحط لي ترونش ديالي ديال الحامض بحال هكا. كنتمنى التزيين ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم البنات كل وحده والذوق ديالها في التزيين، ما كاينش مشكل. تزين كيف ما حبات، ما كاينش مشكل. على هكا يعني كل وحده والذوق ديالها. هادشي اللي كاين، هكا كتجي البسطيله ديالي. انا غادي نوريها لكم البنات في الشكل النهائي ديالها كيفاش تتكون. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي ديال اليوم، كتجي على هاد الشكل. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي تجربوها في المنازل ديالكم علاش لا. هكا الديكور درت ليه بحال هكا، ما عرفتوش غادي تبان لكم مزيان، فراكم شفتوا لي زيتاب كيفاش درت ليها، كيفاش درت لا فارس وكيفاش درت التزيين. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، و الى عجبتكم البنات ما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو في لاشين، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. مرحبا بكم والف مرحبا بكم، وبصحه وراحه وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.